أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: نقل ابن رجب في كتاب بيان فضل علم السلف عن الإمام أحمد وغيره من أئمة السلف ذم النظر في علم الكلام، وقول ابن رجب أيضا: وأما الدخول في كلام المتكلمين أو الفلاسفة فشر محض. نعم. وقل من دخل في شيء من ذلك إلا وتلطخ ببعض أضرارهم. كيف يجمع بين كلامهم هذا وبين من دخل في علم الكلام للرد على أهل البدع؟ المراد بمن دخل في علم الكلام معتقدا له إنه لا يسلم في عقيدته، أما من تعلمه لأجل الرد على أصحابه فلا بأس بذلك. نعم. أحسن الله إليك. تعلمه يعتقد بطلانه، ولكنه تعلمه من أجل أن يرد على أصحابه. شيخ الإسلام ابن تيمية ممن تضلع في علم المنطق وعلم الكلام لا محبة له، وإنما من أجل أن يعرف حججهم وشبههم من أجل أن يرد عليها. وأنت لا تعرف الشر إلا إذا تعلمته وعرفته، لا تتجنبه أن تجهله، فتعلم هذه الأمور من أجل الرد عليها لا بأس به، أما تعلمها من أجل اعتقادها هذا هو الحرام ولا يجوز. نعم.